شكرا لفبرايركم على هذا اللقاء. اللي بغيتي دابا عندك مجموعه من الالقاب، ولكن اللقب ديالي هو صحفيه حوريه اوتي. انا الدكتوره ديالي كانت حول العلاقات المغربيه الاسبانيه من خلال الخطاب الصحفي. كان هناك تحليل كمي ونوعي لازيد من 5600 مقال صحفي صادر في الجريدتين الاكثر مبيعا في اسبانيا هما البايس والموندو. خلال الفترة ديال 2004-2014 للأسف كانت واحد الصورة التي تسوقها الصحافة الإسبانية عن المغرب صورة قاتمة، صورة فيها الجانب السلبي يطغى في معالجتها لأهم القضايا والملفات الكبرى كالصحراء المغربية، سبتة ومليلية، الهجرة والصيد البحري. فمن خلال هاد الأطروحة فأنا كصحفية من موقعي وكنشوف ان اعاده النظر في العلاقات المغربيه الاسبانيه والاشتغال على الجانب الاعلامي، لان يمكن مع الاسبانيا كنشتغلوا على الجانب الاقتصادي، على الجانب السياسي، على الجانب الاجتماعي، ولكن نغيب هذا الجانب الاعلامي وهو مهم جدا خاصه في ظل الثوره اللي كنا نعيشها، الثوره الالكترونيه وسائل التواصل الاجتماعي. ابدا بالعكس، كنقول ان الجانب الاسباني او الصحافه الاسبانيه تنطلق من خلفيه سياسيه في معالجه الملفات الكبرى، كذلك لا زالت في الذاكره الجماعيه الاسبانيه التصورات ومجموعه من الاحكام ومجموعه من الاعتبارات القديمه المتوارثه. اللي يمكن الصحفي الاسباني ما كيعملش المجهود اكبر باش يوصل المعلومه، لان في جميع الاحوال كيقول لك مثلا من خلال التناول ديالي مثلا الملف الصحراء او الملف سبته ومليليه، فكيقول لك صحفي انا ما عنديش امكانيه الوصول الى المعلومه، فلذلك فهو يمكن كيضطر ان تكون في من خلال التصريحات فيعتمد على الجانب، على مثلا الممثلي ديال اعداء الوحده الترابيه او الممثلي ديال الناس اللي يمكن كيضربوا في المصداقيه ديال المغرب. فانا كنقول ما يمكنش انت كصحفي ما عندكش الامكانيه انك توصل المعلومه، بل هناك تقصير في الوصول الى المعلومه، لان المعلومه الا ما عطاهالكش هذا المسؤول طلبها مره وجوج وثلاثه، ولكن ما يمكنلكش تسوق واحد الخطاب سلبي، واحد تكون واحد المعالجه غير مهنيه، غير موضوعيه في تناول مثل هذه القضايا. بالعكس انا كنشوف ان المغرب كاين الامكانيه للوصول للمعلومه، فقط يجب البحث عن المصدر الموثوق والتشبث بضروره الحصول على هذه المعلومات.